السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة السور في ولاية تيالت بالجزائر نتكلم اليوم. تتكلم لكم كما كنت تتكلم بكري، يعني كما تلاحظوا هنا حكايات غير صحيحة كما راكم تقراو، حكايات غير صحيحة. نحكي لكم على خاطر عندي آلاف حكايات غير صحيحة، اليوم نحكي لكم واحدة. كان يا ما كان في قديم الزمان واحد الجهة فيها واحد قليل بعد ما ياكل وليداته ماهوش خدام، سموه القليل، وواحد يسموه محامي، يعني محامي اللي يدافع الناس، لبس عليه بويوم مخلي له رزق، وذاك الرزق يقسم منه يعطي منه، يعني راجل قاع مس راس، يسموه محامي. والرجل الثالث في الحقيقة هو اللي قاعدين نتكلموا عليه شوية بزاف، الثالث سارق، سارق خاين ما فيش لا رحمة. والقصة تقول كان هذاك السارق يخدم عند المحامي، المحامي هذاك داير فيه ثقة كبيرة، متكلف له بصوالحه. المحامي يخدم محامي بصح صوالحه، عنده فيرمة كبيرة، عنده فيرمة هذا المحامي، متكلف بها هذاك السارق، بصح كاع الناس ما كانش عارفين انه سارق. من ثم هذاك السارق تعرض بهذاك القليل، القليل بوليداتو يحاول يشد خديمة باش ياكل كسلة. قال له هذاك السارق كان قبض لك خدمة عند محامي، تخدم؟ قال له كيف نخدم؟ نخدم من الليل مع النهار. بدا يخدم هذاك الليل عند المحامي، قلنا السارق هذاك تعرف بذاك الليل وقال له هتروح تخدم عند عند المحامي. كما قلت لكم بدا يخدم، بدا يخدم القليل هذاك عند المحامي. المحامي بدا يعطف عليه بزاف، بدا يخدم عنده. ولكن جا واحد الوقت منين هذاك السارق بغى يستعمل القليل
بشي سبب اني قلت لهم حكايه خياليه ليله من الليلات راح البلاصه يخدم فيها القليل طبطب عليه خرج له غير الخير غير الخير قال له انا جيت ندي في واحد الشياه ومن بعد كي نشري انا نردهم محسوب اعطيني الشياه نديهم هذا الصباح قال له دبر راسك انت المعلم تردهم ولا ما تردهمش دبر راسك في ذيك المرة مثلا 4 شياة في ذيك الصبحة وما نعاود لكمش كل مرة يزيد الشياة لقلم الصباح كل مرة جاتي الفكر وهذاك الليل مش متعود على الخيانة مش متعود على الخيانة نهار من النهار قال له شوفوا واحد يجي بلاصتي قال هذاك السارق بدا يحلل فيه باه يقعد اقعد انت اخويا اقعد قال له نخيك الدراري ما بقاوش يقعدوا لي هذا قال لي قال له الدراري ما بقاوش يقعدوا لي و نرجع كيما كنت نقصر عليكم الحكايه اخوان ما اخوان الخاينة اخوان ما اخوان وكل خطأ وين ميسخس القليل يقول لك ما يخصك نجيب لك يقولوا لا قولوا لا ما تجيبليش ما خاصني والو هذاك القليل به ما يذوقش من الخيانة نتاع الخاين هذاك الخاطر هذاك المحامي ما عندوش خبر يعني مش يعجب الخبر لصوالحه هذاك اللي يتصرف هذاك الخاين هو اللي يتصرف ومرة من المرات يرحل هذاك القليل ويخلي هذاك السيد غير وحده من بعد عرف هذاك القليل كيف الخاين يخمم كيف الخاين يقضي في صوالحه كل مرة هذاك الخاين بغى يجبد ليه القليل خايف ليه يخبر عليه ولكن هذا القليل داير في راسه باللي المعلم الحقيقي نتاعو هو الخاين هذاك المحامي كفر خيره ولكن المعلم نتاعو هو هذاك الخاين عادي يجي يحكي له تخيل انتوما بصح كي راني نقول حكاية خيالية تصرف بهذا الصوالح واحد يهدر في البيو هذاك الخاين جا يهدر للقليل يقول له بي عنده الخير ويعطي خال خاوتي ويعطي خال كذا واش يقول له قليل يقول له ما تهدر في بيك عيب حرام عليك تهدر في بيك هذاك القليل ينصح به هذاك الخاين الكبير هذه من يجي يهدر في بيو مرة مرة جا يهدر له على المحامي
قال له الخديمة اللي تخدم عند المحامي واحد النهار جاليه قال له الخديمة اللي تخدم عند المحامي خاونت دراهم من اللوطو نتاع المحامي وبغاو يحصلوها فيا. كيف كان يدير كي تمندوزو؟ يتميزو كيف كان يدير بها يا اخوان الدراهم تاع المحامي. كل مرة المحامي عيطلو السوق بيه. كل مرة. أو كي يدخلوا لدارو الكراج تاع دارو المحامي ينزل يروح لدارو وهذاك السارق يقعد في الكروسة يشوف الدراهم على خاطر الدراهم يخليها في اللطوف في المحامي يقلع زازو 100 400 هذاك السارق يقلعها من الدراهم كيف جاتو الفكرة باش يجي يحكيها لي على خاطر هذا السارق لازم واحد يعرف بلي راه يسرق على خاطر بعد تسرع عليكم السرقة تتطلب من السارق باش يهدر ولمن يهدر يهدر للقليل هذاك اللي شافوا يا خني يا اخوان نعاج وما هدرش عليه عادي خبر قالوا رد له القليل قالوا نخيك ان ما تقول لي لدار المحامي للخدمه لا تبقى راسك واش راك دير اذا نظن راكم فهمتوا بالقصه خياليه وهذا الناس ما تروحش بعيد وفعلا ما راحتش بعيد المحامي راه لبس عليه وهذاك الخاين مات باغي الخير نتاعو يهدر فيه اذا ما تنسوش بلي القصه خيريه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.